جمعنا دلوقتي مع ماما نانسي، نانسي توفيق قاعده اهي. حلو قوي. النهارده معايا اسئله هسالها لك يلا وانت بينا. تجاوبي. يلا بصي بقى القصه، بصوا بقى القصه الاولانيه. استاذه بتقول كنت عايزه حضرتك تنصحيني ان بنتي عمرها 18 سنه في اخر سنه في المعادله الامريكيه، ودي بتتطلب دخول الامتحان اكثر من مره للحصول على مجموع كويس يؤهلها لدخول الجامعه، وهي شاطره بس وقت دخولها الامتحان بتكون مرتبكه ومعندهاش ثقه في نفسها. يا ريت توجهيني اساعدها ازاي نعدي الفتره دي واديها ثقتها بنفسها. كل اللي عايزين نقوله للمدام ان شيء طبيعي وشعور طبيعي لاي طفل حتى لو كان عنده 18 سنه ان هو قبل الامتحان يبقى عنده نوع من انواع القلق والخوف. ليه؟ لان احنا اللي بنحط ده فيهم، من كتر ما دايما كل سنه دراسيه اول يوم بنبدا ها عايزين نشوف ال 100%، ها عايزين الدرجات النهائيه، ها هتورينا هتعمل ايه السنه دي، ها عايزاك تبقى زي بنت اختي اللي دخلت الطب. كل ده بنحطه نوع من انواع ضغط على اولادنا، فهو بالتالي ممكن جدا يبقى مذاكر وجاهز للامتحان بس من كتر الضغط عليه من اللي حواليه خايف ان هو يخيب ظنهم فيه. فاللي احنا بنقوله نبدا دايما مع اولادنا من الاول، انا عارفه انك شاطر في الحته الفلانيه، انا عارفه ان انت مميزه مثلا في الرياضه عن التاريخ. دايما نعمل فوكس او ضغط على الحته الكويسه في ولادي، ما نبقاش دايما قبل الامتحان في حالة رعب والبيت بيضلم بدري والكآبة، واقول للناس في التليفون اصل احنا عندنا معسكر عشان كذا كذا كذا. انا عارفة ان امتحان الساعة اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده امتحان دخول الجامعة، بس انا ممكن قوي اعدي الفترة دي بسلاسة لو انا شلت من على بنتي الضغط. احنا هنعمل يا حبيبتي، احنا هنذاكر وهنعمل اللي احنا هنقدر عليه والباقي على ربنا. في الاخر مفيش حاجة هتحصل لك غير اللي ربنا كاتبها، بس نجتهد، أهم حاجة تشوفيها بتجتهد، لكن ما حطش عليها ضغط نفسي أنا عايزاكي تعملي كذا، أنا عايزاكي تبقي أحسن من فلان، أنا عايزاكي تبقي كذا كذا كذا، لأ، كل طفل وكل ابن من ولادنا حتى لو هما من نفس الأم ونفس الأب بيكون شخصية مختلفة، فيا ريت بس نعدي على الفترة دي بشوية سلاسة، وعادي يتفرجوا على التلفزيون، وعادي ياخدهم يروحوا السينما، وعادي إن هما يخرجوا مع أصحابهم مرة في الأسبوع حتى في وسط الامتحانات، ما هما معلش مش مكان. وفي النهاية مش كل مصر هتطلع دكاترة ومش كل النص التاني هيبقى مهندسين، عايزين بقى ناس وعلماء وثقافة وحاجات كتير ناقصانا في مصر ممكن نكملها بالجيل الجاي إن شاء الله.